حس لي الرجاء بوحدي. لان سميتو انا علاش في اللويزه بلاك طرانش كتكونسونطرا مع راسك بوحدك كتكونسونطرا كسميتو المهم انا حس لي الرجاء بوحدي حتى الاخر عاوتاني كنتي مراجع تجمع تشوف دابا شي واحد كتناقش معاه لان حتى من المناقشه زوينه عندك شي نقطه ما عندكش عند الصاحب عند سميتو عند الطرف الاخر المهم كتفيدو بجوج وانا اصلا مجموعه سميتو بجوج كنرجع فرد وكنرجع الجامع عاوتاني وداك الشيء تحسن لي انا حتى كله هو عاوتاني كنت كنقرا حتى في لي جروب ولكن كتلقى انه شحال من الاطراف ديال المجموعه كيخرجوا على المواضيع ونظرا لان الوقت كتزير يعني بالضروره انك خصك تراجع بوحدك باش انك تضبط الوقت ديالك وتضبط حتى سميتو داك الطريقه باش كتخدم وتضبط المنهجيه اللي المنهجيه ديالك باش انك تكمل داك الشيء في الوقت. اولا تختاروا هاد المجالات الخضراء والمساحات الخضراء باش نلعبوا فيها باش تعطينا واحد اول واحد التفكير اللي هو واسع وصنت وتختاروا كذلك على ان مراجعه جماعيه باش نتداول الافكار بيناتنا حيت الناس الافكار اللي عندي انا ماشي هي اللي عند الاصدقاء الاخرين وبالتالي تكون عندنا واحد نوع من التنويع في الافكار وكل واحد الطريقه ديالو باش يوصل الفكره. الدرجه وحدي دتفغ الراحت جندي الدرجه وحدي ماشي جندي الدرجه تكرني انا الدرجه وحدي تسيغ الافكار مزيان هي تستغل الوقت الدرجه تفكرت غير ماشي اللي قنص قدام مهرني النوض غير ددو يا ويلي المشاكل نسي عاوزي كين كلا ويجرينا يا لوا كانت الدنيا في الدولة اللي فاتت مراجعة فردية وتلك مراجعة فردية من بعد جماعية حيث في الفردية يوفي الطالب يرجع الدرس وينس وحدة أكودان كنا يغدو البولي في مكرا يغدو البولي في مكرا النقطة أكودان الاستفهام نقاش الجماعي تدمتك.